بسم الله نبدأ وعلى البركة. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، متابعينا الأعزاء، في كل مكان أعلنت انطلاقة الشوط التاسع خاس للبكار. الحجائج والمسافة هي 3 كيلومترات. أسماء قوية، أسماء حاضرة للمنافسة وللتحدي. هنالك المتحديين الواعية وصالح بن راشد، من يقدم الواعية وثاني الأسماء. وصلت هنالك الشاهينية وراشد بن ناصر الجبر النعيمي اللي يقدم لنا الشاهينية. وثالث الأسماء وصلت شقرة لسيد سعود بن عبد الله النعيمي، من يقدم هذا الاسم العملاق. وصل رابع الأسماء هنالك العقرب وعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري، دخول مباشرة على المركز الخامس. وصلت الشاهينية وزايد بن محمد الخيارين، وهذا النداء الأول للخمس المراكز الأولى. هنالك الخمس نجوم تنافس بهذا الشوط وشوط التحدي. المقدمة والصدارة الواعية وصالح بن راشد، من يقدم الواعية بهذا الشوط، الشوط الذي خصص لسن الحجايج. الله يتحدي ثاني الأسماء. وصل الشقرة وسعود بن عبد الله النعمي، من يقدم شقرة بشعاره الجميل وشعاره الكبير ومنافسته الكبيرة. وثالث الأسماء وصلت الشاهينية زايد بن محمد بن زايد الخيارين. ورابع الأسماء شعار الكواري عبد العزيز، هنالك العقرب وعبد العزيز بن جاسم الكواري. يلا يا مضمرين، هنا العقرب موجودة، العقرب لسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري. ولكن ولكن الدخول مباشرة، الله يا هملولة وسالم بن خجيم بالعايد العزبة، من يقدم هملولة. وهنالك خامس الأسماء وصلت لتكون حاضرا، هنالك شاهينية وراشد بن ناصر الجبر النعمي. أسماء قوية، أسماء حاضرة لا محالة. ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة. هنالك الواعية وصالح بن راشد، من يقدم الواعية. يلا يا ابو راشد، يلا يا ابو راشد، ارى الجماعة قادمين لا محالة، الجماعة قادمين، ارفعوا راية التهديد، نحن قادمين. ولكن لنا عودة الى الواعية، الواعية وصالح بن راشد والعصا في البطان، وترقص وحيدا وتباعد المسافة ما بين المشاركين. الله، 700 متر يا ابو راشد، 700 متر تفصلنا عن خط النهايه بقياده الواعيه، الواعيه الواعيه، الله يا الواعيه وصالح بن راشد. الله، وصدرت الاوامر، 500 متر اخيره. يلا يا ابو راشد، ان لم يكن لباقي المشاركين كلام اخر، ولكن من هذا الاداء بسلم على ابو راشد. 400 متر اخيره، 400 متر. الله، الواعيه وصالح بن راشد، نقول سلام يا ابو راشد، سلام 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 على هذا الواعيه ووعت الواعيه. سلام ابو راشد، 200 متر اخيره، 200 متر، نقول خلاص كملت الواعيه وبسلم. سلام سلام عليك يا ابو صالح، سلام، تهانينا تهانينا من هذا الموقع، 100 متر أخيرة، تهانينا وألف مبروك لمالك الواعية وصالح بن راشد، تهانينا. وخدت النهاية، رحب بالواعية وصالح بن راشد على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كان من نصيب الشاهينية وسعيد بن شافي الشهواني، المركز الثالث كان من نصيب شديدة وصالح بن بريك بن هليل. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، ساعة وصول الواعية
لخط النهاية وصالح بن راشد قطعت مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 40 و14 جزء. تهانينا لصالح بن راشد على هذا الأداء الجميل، تهانينا لجميع الفائزين.